السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم. انت بتتفرج على قناة بيم اربي ومعانا برنامج اسمه باث فايندر، بحيث ان هو بيدرس المسارات لو حصل حاجة لا قدر الله الناس تقدر تمشي ازاي. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف اكتر من فلور. فانا عندي هنا الفلور، ممكن تيجي هنا وتقول له اد نيو وتكتب الفلور الارتفاع بتاعه. طيب غالبا هو ما بيكونش بالميتر، فتقدر تيجي من هنا تحول الوحدة من الفيت للميتر زي ما انت عايز. طيب هقول له اد نيو واقول له مثلا ده على ارتفاع 3 متر، وتقول له اد نيو وتضيف واحد تاني على ارتفاع مثلا 6 متر، وتقدر تيجي رينيم وتغير الاسم زي ما انت عايز، ومن هنا تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعك لو انت حابب. طيب انا دلوقتي هنا في الفلور وعايز اضيف روم، فهو برسم روم اهوت، وبعد كده ممكن تيجي في الفلور اللي بعديه تخليه هو الاكتف فيو، وتبدأ ترسم مثلا روم تانية بالشكل دوت. تمام، وممكن تقول له انا عايز اشوف كل الفلورز بالشكل دوت. تقدر تضيف اشخاص زي ما انت عايز اهو، على هينزل طبعا على الليفل اللي انت واقف عليه دلوقتي اهوت. طيب هنا بتضيف دور على اساس الناس هتبدأ تتحرك مثلا. طيب ممكن تقول له انا عايز اضيف رام او عايز اضيف ستير بقى هتبدأ تقول مثلا عايز الستير مثلا من هنا ليه هنا، هو بيبدأ يرسم سلم بينهم زي ما انت شايف بالشكل دوت. طبعا لما تحصل حريق هي الناس كلها بتيجي للنقطة دي، فلذلك النقطة دي لازم اتحكم فيها واخليها توصل للسلم النقطة هيت، بحيث لما تحصل حريقة كلهم هيمشوا يتحركوا من هنا ويخرجوا لبرا زي ما هنشوف في الدروس اللي جاية ان شاء الله. تقدر تحدد تضيف مثلا ناس اللي موجودين، تقدر تضيف ادوات للقياس زي ما انت عايز، تقدر تعمل ميرور للعناصر او تعملها موف او روتيت او تعدل فيها زي ما انت عايز، تقدر تشوف الحاجات دي في ال 3D. طبعا ممكن نضيف رامب بالشكل دوت اهوت، بيقول لي 2 اتش تبدأ تختار ما بينهم مثلا من هنا مثلا لهنا، يبدأ يرسم الرام. ممكن تقول له مثلا عايز تقدر تغير حجم الرام دوت والخصائص بتاعته واللون وكل الحاجات دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ده الرام، وفي رام تاني بتديله نقطة واحدة بس كده هو بيبدأ يرسم لك الرام اهوت، وبعد كده تتحكم في الخصائص بتاعته زي ما انت عايز.